جانب من إبداع الأطفال السوريين بأهالينا. عالم جديد يبدعه الأطفال السوريين في تركيا بمحاولتهم الدخول بعالم الإلكترونيات والكمبيوتر وتصنيع رجال آليين. ربما كثير منا كان يحلم منذ الصغر بالدخول لهذا العالم والإبداع فيه، إلا أن الفرص كانت قليلة ومحدودة. اليوم يدخل هؤلاء الأطفال بشكل أكاديمي لتصميم الروبوتات كما يسموها والخوض في عالمها. نتابع التقرير ونعود. تحت شعار بناء مجتمع منفتح على كافة الأفراد، قامت عدة منظمات مهتمة بالمعرفة والتكنولوجيا في مدينة اسطنبول التركية بتنظيم مسابقة للأطفال واليافعين بعنوان مسابقة روبوكير للناشئة ضمن سلسلة علماء المستقبل. أقيمت المسابقة حول تصميم وبرمجة الروبوت لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف مراعاة احتياجات هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا للإعاقة نتيجة القصف في سوريا. مرحبا، أنا جنى، عمري 12 سنة. طموحي بالمستقبل أن أكون مهندس كمبيوتر. أنا حبيت شارك في مسابقة الروبوكير لأنه بحب التكنولوجيا والكمبيوتر، ذوي احتياجات خاصة أنه نساعده كمشي، كأنه نجيب له شغلة، كأنه نساعده بشغلة أنه كشغل. جودة زيادة، عمري 13 سنة. شاركت في مسابقة ممتعة، من أنا وصغيرة بحب هيك أشياء، روبوتات، حتى أتفرجوا على هيك فيديوهات عن التكنولوجيا وما شابه ذلك، بستمتع فيهم. اسمي محمد أبي الخطيب، عمري 13 سنة، صف ثامن. حبيت شارك لأنه عندي شغف بالروبوت، بحب تركيبه، بحب برمجته. إذا كان في مسابقات تشارك فيها إن شاء الله نفوز فيها. لا تقتصر المسابقة على تصميم وبرمجة الروبوت، بل تتعداها لتشمل مهارات تعزيز التواصل، حيث يقوم كل فريق بتصميم فيديو تعريفي لجذب المهتمين واكتساب مهارات الاعتماد على الذات والتدريب على تحويل الأحلام إلى واقع. أطفال سوريون يحلمون بمستقبل واعد من خلال أنشطة تهدف لصقل معارفهم وزيادة تواصلهم بالمجتمع لبناء غد سوري أفضل. لمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو الدكتور عمار غيبة، المسؤول العلمي عن مسابقات علوم المستقبل. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دكتور، إذا بتحكي لنا أكثر عن هذا المشروع وما هي أهدافه؟ مسابقة روبوكير هي المسابقة الثالثة بسلسلة مسابقات علماء المستقبل اللي بنقوم بتصميمها. المسابقة تمت بالتعاون مع مؤسسة المعرفة ومؤسسة زدني علما، بتهدف بشكل أساسي لاستغلال ما يسمى علوم الروبوتكس لتحفيز الأطفال على تناول مواضيع مختلفة، مواضيع علمية أو فنية أو ثقافية أو مجتمعية بشكل ممتع، وبشكل يستفيدوا أو يطوروا فيه كتير من المهام اللي بتساعدهم أو حتفيدهم بمستقبلهم بشكل أن يكونوا متميزين. حلو. هذا المشروع الثالث مثل ما ذكرت. هاي المسابقة الثالثة. المشاريع السابقة قبل وين كانت موجودة؟ كان عملنا مسابقتين، كانت بغازي عنتاب كمان بنفس الموضوع، بتتناول مثلا موضوع البيئة والريسايكلينج. نعم. طب هي المشاريع عم تستهدف المناطق الموجود فيها سوريين، ولا انتم حاولين عم تحاولوا تشملوا تركيا ككل، ولا ممكن تتوجهوا حتى برا تركيا؟ لا هي مو مخصصه فقط للسوريين، هي بتتناول الجميع. لكن نحن لاحظنا انه استعمال الروبوتكس التعليمي والقيم اللي بيقدمها والامكانيات اللي بيقدمها بتسهل لنا كثير تشجيع الاطفال، وخصوصا مثلا الاطفال اللي تاخروا بالتعليم الدراسي نتيجه الظروف، لأنه يتشجعوا أكثر ليتابعوا الدراسة والعلوم، فبيكون في تركيز أكبر ناحية الأطفال. لكن عملنا يعني يتناول جميع الفئات. حلو. نعم. طب دكتور، شو هذه المسابقة شو بتقدم للأطفال من ذوي الإعاقة؟ لا، هي بتقدم للحقيقة للأطفال الآخرين أنه ينتبهوا وياخذوا بعين الاعتبار، يصير عندهم وعي اجتماعي
بالمجتمع اللي حواليهم، بالمشاكل اللي عم تصير حواليهم. فبدل ما او عوض عن انه يصير سخريه من الاطفال مثلا ذوي الاعاقه او الناس ذوي الاعاقه، يصير احساس بالمشاكل اللي عم يواجهوها ذوي الاعاقه. ونحن تعمدنا اصلا خلال مسابقتنا انه نتحدى الاطفال بحلقه بحث، انه ابحثوا عن المشاكل اللي بيواجهوها اصحاب الاعاقات او اصحاب الحاجات الخاصه، ولقوا لنا اختاروا مشكله معينه ولقوا لنا حل لها. هي كانت احد المهام. هل كانت احد التجارب اللي شفناها او الروبوتات اللي انصنعت تستهدف ذوي الاعاقه او ممكن تساعدهم؟ كل الروبوتات اللي تم تصميمها من قبل الاطفال، بالبدايه نحن حددنا 7 مهام للاطفال من تصميمنا نحن بهدف مساعده ذوي الإعاقة، مثلا بالذهاب إلى المدرسة أو إلى العمل أو تناول الطعام، عدة مهام. وتركنا المجال بالمهمة الثامنة لإبداع الأطفال، أنه هن الأطفال نفسهم يقوموا بالبحث، يعملوا عرض عن المواضيع اللي بحثوها ويختاروا مشكلة معينة. بعض الأطفال مثلا اختاروا مشكلة الأعمال المنزلية، انه صمموا روبوت يساعد الاطفال ذوي الاعاقه على القيام بالاعمال المنزليه العاديه اللي احنا بالنسبه لنا هي اعمال عاديه، لكن بالنسبه لهم شاقه جدا. بعضهم نظر لموضوع الدراسه، انه كيف انا ساعده بالدراسه مثلا، بحيث انه اذا كان انسان او لا يستطيع الكتابه فعن طريق التلقين الروبوت يقوم بالطباعه بدل عنه، وهكذا يعني. فكان اكثر من فكره، ما في فكره واحده يعني واحد. فينا نقول انه ما كان في فئه عمريه معينه، ما كان في اطفال بعمر معين عم يشتغلوا، انتم مستهدفين شريحه واسعه وما معتمدين على اطفال موهوبين، يعني اي طفل حابب المجال ممكن يشتغل. لا كثير من الاطفال اللي شاركوا بالمسابقه كانت هي اول مره بيتعرفوا فيها على الروبوت. الاعمار كانت ما بين 13 ل 17 سنه، منهم عندهم خبرة مسبقة، لأنه في عنا نحن برامج سابقة مثلا لتعليم دورات روبوت ومناهج تعليمية للروبوت، وفي منه كانت المرة الأولى. فخلال فترة التدريب اكتسبوا كثير من المهارات العلمية، اكتسبوا المهارات التواصل، العمل كفريق، الإصرار، حالات الفشل اللي صارت تعلموا منها خلف الكواليس لا تعد ولا تحصى، فتعلموا الإصرار، تعلموا استخدام العلوم الرياضيات اللي قروها بالكتب كيف يستعملوها بشكل عملي ويطبقوها. طيب إضافة للوعي بالمجتمع اللي حواليه ومشاكل اللي دكتور، في خطة مستقبلية لاستدامة تلك المشاريع؟ أو حتى نحن شفنا يعني بعض المشاريع جميلة، ما بعرف هلأ بنشوف تقييمها عند حضرتك، هل اتفقتم مع شركات لفعلا لإنشاء وتصنيع تلك الروبوتات؟ لا، هي نحن الهدف من عملنا هو خلينا نقول تعليمي وليس تصنيع الروبوتات. فنحن بنستعمل ما يسمى الروبوتكس التعليمي او كتات الروبوتكس التعليمي، اللي هي عاده بتكون عباره عن قطع قابله للتركيب. فهون بتعطينا مرونه كبيره جدا، لانه انا ممكن ركب الروبوت بالشكل اللي انا بدي اياه وبرمجه ليتصرف بالشكل اللي بدي اياه. يعني ممكن مثلا اذا بدي ادرس كيمياء ممكن ركب الروبوت بشكل جزيئ كيميائي وبرمجه ليحاكي التفاعلات الكيميائيه اللي المطلوبه يعني. او مثلا ركب الروبوت كعمليا طفل هو اللي حركب الروبوت ككوكب مثلا، وندرس المجموعه الشمسيه كيف بتدور وتصرفات الكواكب والى اخره. فالموضوع هو تعليمي وليس انتاجي يعني. خطتكم المستقبليه؟ الخطة المستقبلية حاليا توسيع الاستمرار، هي المسابقة الثالثة وإن شاء الله في مسابقات قادمة كلها بتركيا طبعا. حاليا بتركيا، وإن شاء الله نحن نطمح العالمية. المسابقة اللي تم تصميمها تم يعني اعتماد المعايير اللي بتتم بالمسابقات الدولية للروبوت، وحاكينا مع إجراء تعديلات طفيفة بما يناسب حاجتنا يعني لنا. في مشروع الآن يتم العمل عليه والتخطيط له، يستهدف الأطفال مثل ما قلنا المتأخرين على العمل، اسمه روبو كافي، يهدف إلى استعمال الروبوت بحيث يكون مادة مشوقة تجذب الطفل مثلا اللي تأخر في الدراسة، قد يعاني صعوبة في الجلوس على المقعد والاستماع، ويعني قد يكون موضوع ممل له، لكن عندما يعمل بيده ويركب ويقوم بالحساب ويرى ما يعني نتيجة الدراسة النظرية بشكل عملي،
إضافة أنه خلال خبرتنا يعني لاحظنا أنه استخدام الروبوتكس التعليمي عم يخلينا عملية التعلم عم تكون متسارعة. يعني كثير من المواضيع اللي ربما تستغرق فترة طويلة بالدراسة العادية عم تكون بفترة أقصر بكثير، وحتى بعض المواضيع الصعبة في أحد التجارب نحن استطعنا توصيل فكرة التكامل الرياضي اللي يتم دراسته مثلا بالبكالوريا أو سنة أولى جامعة لطلاب صف خامس، وكانوا فعلا استوعبوا المبادئ الأساسية، ما أمور معقدة لكن المبادئ الأساسية استوعبوها لموضوع متقدم جدا. حلو، حاولتوا التشبيك مع مثلا جهات تركية أو مثلا منظمات معينة اللي ترعى هذا الموضوع وما يضل على مستوى خلينا نقول أكاديمي وتعليمي بسيط؟ إلى الآن كل مسابقة عم تقوم منظمة، ما بي يعني المسابقات الثلاثة تم رعايتها كل مسابقة من منظمة، بنتمنى نحن انه نلاقي مين يدعمنا ويساعدنا لنستمر بهالموضوع. بدنا نشكرك الدكتور عمار غيب المسؤول العلمي عن مسابقات علوم المستقبل، شكرا لك. شكرا لك، شكرا موصول لكل اللي كانوا معنا ايضا بحلقه اليوم. بذكركم تقدروا تزورونا على موقعنا على الانترنت www.syria.tv وايضا على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. الى اللقاء.